مرحبا، معكم كارمي شماس، واليوم بدي أخبركم عن التنين 10 حزيران يونيو. كيف بده يكون هيدا النهار؟ علما أنه القمر موجود اليوم ببرج ترابي ببرج العذراء، والشمس موجودة ببرج الجوزاء، يعني في عنا مربع بين القمر والشمس. فهل يا ترى هيدا شيء إيجابي؟ هل يا ترى هيدا شيء بيترك تأثيرات حلوة؟ أكيد بالمفهوم المطلق في عنا القمر موجود ببرج ترابي ببرج العذراء، معناتها اليوم الأبراج الترابية مفروض تكون هي الأوفر حظا. عم بحكي بالطليعة عن مواليد برج العذراء، مواليد برج الثور، وكذلك مواليد برج الجدي. كيف رح بيكون نهارنا تحت هذا التأثير وتحت تأثير المربع؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لكم مواليد برج الحمل، الأجواء اليوم بتحمل بعض المتطلبات، متطلبات الشغل، متطلبات الحياة اليومية. اليوم مولود برج الحمل وتحت تأثير القمر الموجود ببرج العذراء، هنالك متطلبات لحتى تبلش يمكن نهارك بكير، أو على الأقل تكون عارف نهارك شو بده، تحديد الوجبات، تمشي حسب وقت معين، ما تضيع وقت، هنالك بعض التعب الجسدي، فحاول أنه تكون فعلا منظم بهيدا النهار. بتبقى المواليد الأكثر حظا اليوم هي 9 و10 نيسان أبريل. بنكمل مع برج الثور. اليوم نهار بعتبره نهار إيجابي لمواليد برج الثور. الجو عندك جيد جدا لأنه في دعم لك، دعم تقريبا مطلق، لا يوجد سلبيات، لا يوجد نواقص عندك، بالعكس تماما، حتى لا يوجد عندك عذر لحتى تكون عم تتأخر، عم تتكسلن، عم تكون تتمارض. تقدم، الجو بيحمل نجاح وبيحمل تقدم وبيحمل انفراجات مهمة جدا. بتبقى الأكثر حظا، كلكم محظوظين اليوم بشكل خاص، مواليد 10 ل 14 أيار مايو. كمل مع برج الجوزاء. اليوم مولود برج الجوزاء وتحت تأثير هالمربع من القمر الموجود ببرج العذراء، واضح انه مولود برج الجوزاء يمكن تختلط عليك بعض الامور، بعض الامور الشخصية بالبيت، قبل ما تطلع من البيت بتحس انه طالع وعندك عقدة ذنب، او عندك قلق، او عندك مشاعر متناقضة. في اهتمامات ايضا ايجابية ببيتك، بحياتك اليومية، بصحتك. الجو منه سلبي، بيحمل لمواليد برج الجوزاء ضرورة لحتى يخصص وقت لحاله، لبيته، لعائلته، لأنه بالنتيجة هيدا هو المكان، الملاذ الآمن لك، فأعطيه شوية أهمية. لأنه كوكب الزهرة موجود ببرجك الأكثر حظا اليوم، رح بتكون مواليد 7 و8 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. اليوم مولود برج السرطان، القمر موجود ببرج العذراء، البيت الثالث بالنسبة لك، بيسرع عندك الوتيرة، لكن أيضا بنفس الوقت بيسرع عندك القدرة، القدرات العقلية الذهنية لحتى تقوم بواجباتك مثل ما لازم وأحسن من ما لازم. الجو بيحمل لمولود برج السرطان زيارات، تواصل، حملة تواصل مهمة، أجوبة بتحصل عليها لمسائل معقدة ما قدرت حليتها من قبل. اليوم نهار تقدر تعوض فيه عن نشاطات تأخرت فيها وما قدرت اشتغلتها. المهم اليوم نهار ديناميكي جدا، لكن لأنه كوكب المريخ موجود ببرجك، كون حذر إذا كنت من مواليد 8 و9 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. يلي اليوم مولود برج الأسد ما في عنده أي سبب على الإطلاق لحتى يقول أنه نهاره مش ظابط، بالعكس نهارك ظابط جدا. اليوم مولود برج الأسد، نهارك يتقدم بخطوات كتير كبيرة، بتفرح لي انفراج مسألة مالية، كنت متضايق مضغوط ماليا، حابب انه تفرج عندك الأمور، ويبدو انه في بعض الانفراجات، فبعتبر هيدا نهار جيد لمواليد برج الأسد. ايضا حتى جيد بنشاطاتك المهنية وبنشاطاتك الاجتماعية، واضح انه اليوم انت بتلمع بهيدا النشاطات وقادر انك تغير، قادر انك تتقدم. اجواء حلوة، تقدم فيها، تحرك فيها، ما تترك الامور لحالة، بالعكس قوي قلبك. الاكثر حظا 12 و13 اب اغسطس.
بنتقل لبرج العذراء يلي اليوم القمر ببرجه، اليوم مولود برج العذراء ما حدا قدك، الاجواء بعتبرها ممتازه وبتسمح لمواليد برج العذراء ينقوا ويختاروا على ذوقهم، انتم بتقولوا شو بدكم، انتم اللي بتشيلوا وبتحطوا، انتم اللي بتقولوا هذا الشيء بعده ماشي معكم وبيزبط. بعض مواليد برج العذراء بيوصلوا الى القمه امبارح واليوم هن من اهم يومين بهيدا الشهر، فما غريب انه تكونوا منتصرين. كلكم محظوظين اليوم، كلكم بدون استثناء بشكل خاص 28 29 اب اغسطس 12 ل 16 ايلول سبتمبر. بكمل مع برج الميزان، اليوم مولود برج الميزان، اليوم هادي جدا، هدوء ورواء وبعض التاخير وبعض الانتظار. اليوم مولود برج الميزان، معلش اذا نطرت لانه المكافآت اللي رح بتلاقيها بكره وبعد بكره ما حدا بيقدر يقول الا واو عليها، بانتظارك مفاجآت حلوه بكره، فبتحرص اليوم انك تنطر، بعد عن المشاكل، بعد عن اخذ القرارات، ما تجازف وانتبه ما تضيع عليك الاوقات والمعاملات والالتباسات تكون عندك، فكون حذر جدا. بعض الحظوظ عند مواليد 12 و13 اكتوبر. كمل مع برج العقرب، اليوم مولود برج العقرب مطلوب منه انه يكون عم يتساهل مع بعض الامور لكن بطريقه كثير ذكيه. مولود برج العقرب اليوم التساهل بيساعدك لانه التساهل بينمي وبيقوي روح التعاون والتضامن معك، وانت بحاجه الى كل التعاون. فما تنسى مولود برج العقرب انه انت شخص حابب ولازم يكون في عندك توجه لتصحيح بعض الأمور وخاصة العلاقات يلي ما مشي حالها. حاول انك تعوض اليوم عن مسائل تأخرت فيها ما كانت كتير زابطة، بشكل خاص اذا كنت من مواليد 28 و29 اكتوبر. بنتقل لبرج القوس، اليوم لازم تعرف مولود برج القوس انه نهار منه هالقد هين، من الايام الصعبه بشهر حزيران يونيو، الجو بيطلب منك تكون حذر في التعامل مع الناس لانه معقول يزعلوا منك، معقول انت تزعلهم، ومعقول تسبب لحالك مشاكل، كون حذر، ما تأثر بشغلك لانه شغلك تحت الاضواء وسمعتك ايضا. هلا لانه كوكب المشتري موجود ببرجك بروبابلي على الارجح عندك حظ حلو اذا كنت من مواليد 11 و12 ديسمبر. كمل مع برج الجدي، اليوم مولود برج الجدي عنده فرصة حلوة، فرصة من الحظ بتساعده ليغير ولحتى يحقق تغيير. هلا شهر ايار مايو ما كان عاطل، فبعدك ماشي انت بنفس التوجه مع بعض الانشغالات الاضافيه والضغوط الاضافيه، يمكن عندك شغل اضافي، يمكن عندك مسؤوليه اضافيه طلعت قدامك او امور صحيه عم مشغول فيها، فاليوم نهار جيد جدا لحتى تصحح الامور ولحتى تشتغل على امور صعبه بدها حظ. الاكثر حظا 27 28 ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو، اليوم مولود برج الدلو وبانتظار وصول المفاجآت الكبيرة والحظوظ الحلوة بكرة، اليوم مولود برج الدلو بيقدر يشتغل، يحضر أوراق، يقعد يزبط أوراقه، يشتغل على بعض الأمور. الجو عندك منه سلبي لكن بيطلب منك تحديد نقاط ضعف عندك لتشتغل عليها بانتظار أنه بكرة يوصل الحظ وما تضيع الحظ. أجواء حلوة منا سلبية، ما تنسى أنه الشمس موجودة ببرج الجوزاء الصديق لك، فأوضاعك ممتازة، اشتغل قوي قلبك. الأكثر حظا 8 9 شباط فبراير. كمل مع برج الحوت، مولود برج الحوت اليوم مثل ما قلت بالابراج الاسبوعيه، الجو اليوم منه سهل، الجو اليوم بخربط لك بعض الامور وبعض الحسابات، بتزعل، ببكوك، بتبكي منك لحالك، بحاجه للضحكه، بحاجه للمرح، بحاجه مين يدلعك، بحاجه مين يهتم فيك، مع العلم انه في كثير من الضغوط اليوم بتظهر وبتسبب لك انزعاج، فحاول انك تستوعب الامور بكثير من الهدوء وتكبر عقلك والا هيدا نهار بتعبك، بشكل خاص اذا كنت من مواليد 10 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم، بالنسبة لمولود اليوم هيدي السنة فيها كتير من الاهتمامات ببيتك، بعائلتك، بحالتك، بوضعك الاجتماعي، طالع بالك انك تستقر، طالع بالك تغير مكان اقامتك، طالع بالك تدخل كتير من التغييرات، فحاول انه ما تسبب لا استقرار بحياتك. بتبقى الاشهر الافضل حزيران يونيو تموز يوليو اكتوبر ونوفمبر هي افضل الاشهر. بدي اتمنى لكم نهار كتير حلو، ما تنسوا تتابعوا كل يوم الابراج اليومية الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت طبعا على اليوتيوب، وايضا الابراج الاسبوعية، وهنالك ايضا ابراج باللغة الانجليزية ديلي اذا حابين تشاركوها مع اصحابكم. بودعكم، باي باي.